آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا مولانا الإمام الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهان رضوان الله عليهم أجمعين. شهد لله لو من الفاتحة.
آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف الخلق سيدنا محمد. الفاتحة زيادة في شرف حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلو درجته وعلو مقامه، وإلى روح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين الأربع الأقطاب، سيدي أحمد الرفاعي، سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد البدوي، سيدي إبراهيم القرشي الدسوقي وأتباعه، سيدي أبو الحسن الشاذلي وأتباعه، قطب الحضرة سيدي أحمد العربي الشرنوبي، شيء لله لهم منا الفاتحة. الفاتحة إلى الداعي إلى الله وإلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المكنى بفخر الدين في المحفل العلي، مولانا الإمام الشيخ محمد عثمان عبد البرهان رضي الله عنه، وإلى أمينه وأماننا ولاد المحتمين القطب الحسيني مولانا الإمام الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهان رضي الله عنه، ولشيخنا وإمامنا حامي حمانا سائر أرواحنا إلى رحاب حضرة السلطنة البرهانية مولانا الإمام الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهان رضي الله عنه، وعن آل بيته وأصحابه ومحبيه وجميع إخواننا في الله، شيء لله لهم منا الفاتحة. Oh,